المراية كتير حلوة. يلا يا مراية. انا اليوم هلا كل مرة رح يكون لي اطلالة معكم ورح نتعلم كل مرة شيء جديد. اليوم رح اعلمكم كيف كل يوم تعملوا ميك اب ترتبوا حالكم، يعني اوقات وقتها تفوتوا على الايفال، انه الايفال لها رهبتها وفي لجنة قدامكم، بس تفوتوا مش حلو تكونوا مش عاملين ميك اب ومبينين بيل وتعبانين، لانه المظهر شيء كثير اساسي. وانتوا وقت تكونوا عم تأدوا الغنية تبعكم بالايفال مش بس قدام اللجنة، في ملايين العالم عم بيشوفوكم. لهذا الشيء لازم يكون في ترتيب لكل يوم لوجهكم، يلي هو هلا رح نتعلمه البيز تبع كل يوم. اوكي؟ اول شيء بنبلش بنحط كريم على وجهنا. ولا مرة بنحط فوندانتان دغري على الوجه. اوكي؟ المرتب يعني. عندكم كريم انتوا؟ انا لا. ما عندكم، اوكي انا جبت لكم معي اليوم. هذا الكريم بينحط تيعمل عازل بين الميك اب والبشره، لانه المكياج ما لازم دغري نحطه على الوجه، لازم نحميه من التلوث ومن الاشياء اللي برا، فبنحط كريم على وجهنا. اوكي على مهلك بدك ما كثير تحفي، يعني ما بنعمل له هيك لصورتها، ايه بحركات من جوا لبرا، من نص الوجه لبرا، بما انه انت عندك حبوب كرمال نقدر نغطيهم، ضربات هيك خفيفه على الوجه، مثل ما عم تعملي مزبوط ما بنمده. ما تمديه بايدك اعملي ضربات خفيفه. وساعات كنت بحط كونسيلر على الحبوب. كمان من بعد من بعد الفاونديشن بنحط كونسيلر على الحبوب. الفاونديشن ما ضروري تمرقيه على عيونك، لانه بدك تحطي كونسيلر. ايه بس انا ما بحط. ليه كثير منيح حلو كثير لون عليك. ساعات بعد ما بخلص بحط بعمله بأسفنجة. اي اوكي. اجيب الكونسيلر؟ ايه بس كثير كترتي على وجهك فاونديشن. ايه بس شوي كثار هولي. على مهلك على مهلك مش هيك منحف بايدنا، على مهلك شوي شوي. طلعي فيه سكينة طلعي فيه هيك لبرا شوي شوي، مش يعني ما كثير تحفي على وجهك. ولا مرة الحركة بدها تكون من برا لجوا، بدها تكون من جوا لبرا، بشيل ايدي برجع بمدها، بشيل ايدي برجع بمدها، ايه ما تعملي لجوا هيك. وقت تفوتوا على الايفال كمان حلو قدام الاساتذة تفوتوا وتكونوا مرتبين، يعني مش ايه لازم ضروري، مثل ما هن بيجوا مرتبين حالهم لعندكم، انتم كمان لازم ترتبوا حالكم. بنشد على حواجبنا نحن وعم نعلمهم بطريقة كثير ناعمة. ايه مثل ما عم تعملي كثير منيح عظيم. بتعرفوا بس تطلعوا من الاكاديمية انتوا رح تكونوا يعني صرتوا مشهورين ولازم تظبطوا حالكم. اكيد ما بقى في ايه بأي وقت مول لازم يعني تكونوا مرتبين، لازم تعرفوا كيف تعملوا مكياج لكل يوم، يعني مش كل تكة انتوا فاضيين تروحوا عند حدا ليعملكم ميك اب، اوقات على السريع بتكونوا بالبيت وعندكم ظهرة سريعة، هيك بتعرفوا كيف تعملوا لحالكم. الكريم من فوق بنشيلها لانه هيدا بتخلي الرموش تنجبلوا. اوكي وكل ما كانوا رموشنا طوال كل ما نقينا قياس الماسكارا شوي عريض، وتشوفوا في فراشة شوي عراض وشوي رفاع. اه بالضبط، يعني في مثلا انواع فرش كتير بقى مش عارفه ما مشان هيك لقلك اذا رموشك طوال، انا مش طويله قوي متوسطين. اوكي اذا رموشك طوال بتنقي وحده عريضه، كل ما كانوا رموشنا قصار كل ما رفعنا الماسكارا، يعني جيب اللي هي السيليكون، يعني هيدي كتير منيحه لك براس الفرشايه بنحط من هي جوا. ايه شفتي كل ما فتنا لجوا كل ما اشتغلتي براس الفرشايه برمية. ايوه ايه هيك كل ما فتنا على زاويه العين من جوا كل ما برمنا راس الفرشايه كل ما نقدر نطار الوبرات الاثار. اوكي